الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولحضر المسلمين. كتاب فتح الأسماء الحسنى تعريف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. باب الله الإله. وأول ما نبدأ به أسماء الله الحسنى اسمه تبارك وتعالى الله. وهو اسم ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ولهذا الاسم خصائص. وفي مسألة اسم الله الأعظم جمع أكثر من 40 قولا. انتهت هذه الأقوال أنه من اسم أنه يدخل في هذا الله عز وجل هو اسم الله الأعظم، لأن كل الأسماء ترجع إليه. وأيضا قيل الحي القيوم أيضا أنه من اسم أنه يكون في اسم الله الأعظم، لحديث أسماء وغيرها أن اسم الله الأعظم في آيات كما في قول ربنا تبارك وتعالى وعانت الوجوه للحي القيوم، وكما في قول ربنا عز وجل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مفتتح سورة آل عمران، وأيضا في قول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة الذي فيه لفظ الجلالة الله تبارك وتعالى. فخرجت هذه على مثل هذه الأقوال. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان. ومن هنا فالحديث اللي فيه الحنان المنان ضعيف، فالحنان ليس من أسماء الله الحسنى، إنما الاسم الذي هو من أسماء الله الحسنى هو ماذا؟ هو المنان. والآية لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة، قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة وأن تنجيني من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما جاء في هذا الحديث. وأيضا في الحديث، وهذا الحديث رواه أهل السنن جميعا، وفي الحديث الثاني الذي رواه أهل السنن إلا الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في صلاته قبل السلام وهو يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الأحد الصمد. هنا لفظة الفرد ليست من أسماء الله الحسنى، بعض الناس يقحم الفرد الصمد، لا، الفرد ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، ولم يرد في هذا الحديث ما هو من إقحامات الناس. الواحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، قال لقد دعا باسم الله الأعظم، في رواية قال قد غفر له. فخرجت هذه الأحاديث والآيات وأقوال السلف على مثل هذه الأسماء. ولعله والعلم عند الله أن اسم الله الأعظم هو الله، وهو علم على الباري تبارك وتعالى، لم يتسمى به أحد ولا من الجبابرة. وقد قال الله عز وجل عن فرعون أنا ربكم الأعلى. حتى فرعون مع جبروته وادعاء الألوهية ما سمى نفسه ماذا؟ لم يسمي نفسه الله. نعم. من خصائص هذا الاسم أنه الأصل جميع أسماء الله الحسنى. نعم. وسائر أسماء مضافة إليه يوصف بها، قال تعالى لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال تعالى الله لا إله إلا هو. إذن من هذه الآية نستفيد أن الدعاء يكون بأسماء الله وليس بصفاته، فلا يصح أن يقال يا رحمة الله أدركيني
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء بصفات الله كفر. إذن لما يأتي الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، نقول هذا هو توسل وليس، لما قال برحمتك أستغيث هذا توسل وليس دعاء. وقلنا التوسل له ثمانية أنواع: التوسل بالأسماء والصفات والأفعال والإيمان والاتباع وذكر الحال، والتوسل بالأعمال الصالحات وبدعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب. هذه ثمانية أنواع. نعم. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. نعم. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العديد الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذا في الإعراب كل ما جاء من بعد لفظة الله يسمى بدل، بدل المطابق. نعم، بدل كل من كل، فكل الأسماء ترجع ليش؟ تضاف لمن؟ لاسم الله لفظ الجلالة الله. نعم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. نعم. ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرزاق العزيز الحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن الرحيم. نعم صحيح. أسماء العزيز كلها تضاف إليه تبارك وتعالى، وإذا قلت الله هو علم على البارئ عز وجل. نعم. خصائص هذا الاسم أنه مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الصفات الإلهية التي هي صفات الجلال والكمال والعظمة، فهو الاسم الذي، وهذه الأسماء وتعددها تدل على ذات واحدة. نعم. فهو الاسم الذي مرجع مسار أسماء الله الحسنى إليه ومدار معانيها عليه. ومن خصائصه أنه لا يسقط عنه الألف واللام. لا يسقط عنه الألف واللام. نعم. لا يسقط عنه الألف واللام في حال النداء، فيقال يا الله، فصار الألف واللام فيه كالجزء الأساسي للاسم. وتجمع اللهم، ولذلك قال ربنا عز وجل قل اللهم مالك الملك، اللهم هو لفظ الجلالة مسبوقا بياء النداء. نعم. وأما سائر الأسماء الحسنى إذا دخل عليها النداء أسقط عنها الألف واللام. نعم، فتقول يا رحمن يا رحيم، ما ينفع تقول يا الرحمن يا الرحيم. أما لفظ الجلالة إذا سبق بأداة النداء لم تسقط عنه الألف ولا. نعم. فلا يقال يا الرحمن يا الرحيم يا الخالق، وإنما يقال يا رحمن يا رحيم يا خالق. ومن خصائصه أنه الاسم الذي وهذا الذي مر معنا في الحديث، حديث أنس السابق: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. بديع هنا منادى سبق بأداة نداء محذوف تقديره يا بديع السماوات والأرض. نعم. ومن خصائصه أنه الاسم الذي اقتنت به عامة الأفكار المأثورة كالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح والحوقلة والحسبلة والاسترجاع. كقولك الحسبلة هي حسبنا الله ونعم الوكيل، والحوقلة هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وغيرها من الأفكار مقتنة بهذا الاسم غير منفكة عنه، فإذا كبر المسلم ذكر هذا الاسم، وإذا حمد ذكره، وإذا هلل نعم ذكره. يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله، هذا معنى هلل. وهنا من الأخطاء التي يقع فيها الناس عند لفظ الجلالة مع التكبير أنه يقول الله أكبر، هذا خطأ. وإن كان في الأذان يبطله، وإن كان في الصلاة يبطلها، لأن لما تقول الله أكبر فالله مبتدأ، واو حرف عطف، أكبر معطوف على مبتدأ، لكن هي الله أكبر
الله مبتدأ وأكبر إيش؟ وأكبر خبر. نعم. من خصائصه أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم. فقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة. القرآن كله 6236 آية. فلما لفظ الجلالة يرد بهذه العدد والكمية يعني ثلث القرآن، ثلث آيات القرآن. نعم. وهذا لم يقع الاسم الاسم من الأسماء. نعم، ما وقع الاسم من أسماء أنه كان بهذا العدد. نعم. وقد افتتح الله جل وعلا به كتابه 30 آية. نعم. أيوة. تفضل. نعم كم. وقد عدد العلامة ابن القيم 10 خصائص لفظية لهذا الاسم، ثم قال: وأما من خصائصه المعنوية فقد قال فيها أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم مسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح، وكل حمد، وكل ثناء، كل مجد وكل جلال. فالملاحدة هؤلاء ما عرفوا معنى هذه الأسماء، لذلك ألحدوا فيها. قال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في أسمائنا لا يخفون علينا. هو لو عرف وعاش في معاني هذه الأسماء ما وقع فين؟ ما وقع في الإلحاد. نعم. وكل خير وإحسان وجود وبر وفضل فله ومنه، فما ذكر هذا الاسم في قليل إن كثره، ولا عند خوف إلا أزال، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة. نفهم من هذا ما يدعى باسم الله المفرد، يعني ما قاعد تقول الله 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 كما فعل البدع. لا، المقصود أن هذا الاسم في الدعاء، كقولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيضا هذا الدعاء ما قال به مكروب إلا فرج الله عنه كما في الصحيح. وأيضا من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، وهكذا. وأيضا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وغني بفضلك عمن سواك. اللهم هنا هي هو لفظ الجلالة مسبوقا بياء الندى. هذا هو المقصود به، أن وجوده في الذكر عامة، وليس أن يذكر الباري بالاسم المفرد. هذا من فعل مبتدعة. نعم. ولا دليل إلا فأن يجلس وأن يقول يا الله يا عدد من المرات، أو يا لطيف يا لطيف، إلى غير ذلك. الدعاء بسم الله المفرد هذا كله بدعة. نعم. ولا دليل إلا أن له العزة، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه. ولذلك من حديث أبي أمامة في السلسلة الصحيحة وعند المنذر في الترغيب والترهيب، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا تفعل؟ قال: يحرك لسانه. قال: أدعو الله. قال: ألو أعلمك ذكرا إن قلته يعدل لك ذكر الليل والنهار؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: قل: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. قال: وسبحان الله مثلها. نفس السبع جمل هذه. وجه الدلالة هنا، انظر وجود لفظ الله عز وجل في هذا الذكر، يعدل ذكر الليل يعدل ذكر الليل والنهار. لو قلت هذا الذكر ولو مرة واحدة يعدل لك ذكر الليل والنهار. نعم. ولا مغلوب إلا يده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات والدعوات، وتستنزل به البركات والدعوات، نعم، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد.